في شخص اول ما يتقال اسمه، يعني مش بتكلم على شخص بحد ذاته، لكن دايما كده في حد يقول لك ايه، وما تقولش يقول لك ايه ده محترم. انا في رايي دايما انه هذا التوصيف عندما يذكر اسم ما دي احلى حاجه ممكن تحصل في الدنيا، ده محترم. في ناس كده في حياتها ده محترم، يعني مثلا دكتور مجدي يعقوب، فلما تيجي سيرته غير انه هو جراح عظيم فعلى طول ده راجل محترم. في فنان وشهادتي فعلا مش مجروحة لأن أنا فعلا بحبه من قلبي، ده واحد. اتنين، أقدر فنه جدا جدا إلى أبعد الحدود. تلاتة، ما شفتش حد إلا وأول ما تقول ماجد الكدواني يقولك محترم. 55 سنة، عقبال 155 سنة ماجد الكدواني منورنا يا حبيبي يا يوسف. أنا متشكر جدا جدا على المقدمة الراقية والعظيمة دي، وده أكثر من حقي بكتير خالص. وانت حطيتني جنب أسماء يعني شرف عظيم يعني، بس ده كتير عليا قوي والله يعني. أولا يعني إحنا كلنا فعلا، أنا ما شفت حد واتقال قدامه اسمك أيا كان الحد ده، صغير كبير فنان مثقف طالب في المدرسة، تقول ماجد الكدواني يقولك ده فنان محترم. وانا اشوف انه دي بتبقى حاجه حلوه، فده يمكن اقل من حقك بكتير. فخليني اهنيك مره تانية، اقول لك كل سنه وانت طيب بجد، عقبال 155 سنه تسري حياتنا احتراما وفنا عظيما واداء رائعا. اولا انا بشكرك جدا، ثانيا عايز اقول لك البركه في ربنا. الحمد لله. يعني ليس انسانا كاملا على الارض، كلنا ضعفات وكلنا اخطاء، لكن لولا ستر ربنا علينا يعني انه بيستر سمعتنا. وبس الواحد بيسعى دايما على رأي الجملة اللي بحبها، الواحد فينا بيتشعبط في رضا ربنا. اه والله ده بجد عندك حق 100%، منتهى الشعبطة. ملناش غيرها صدقني. اه والله العظيم، هو احنا من غير ما نعمل الشعبطة دي هنعرف نكمل حاجة في حياتنا اطلاقا؟ ده حقيقي. اطلاقا ده حقيقي. ده احنا كلنا على ايد ربنا. وعلشان يعني برضو ابقى بدي للكل حقه، الجملة دي كنت بحبها قوي من المؤلف الجميل واللي بحبه احمد عبد الله، كان فيلم الفرح تقريبا احمد عبد الله، الواحده فينا بتتشعبط في رضا ربنا. طب انا عندي سؤال، وانا دايما بحتار في الحكايه دي، وانا يعني دايما اقول انه في عدد قليل جدا من الفنانين في العالم مش بس في مصر اللي بيعرفوا يجسدوا اي دور، اي دور. يعني انا اتفرج على انتوني هوبكنز في اي دور الاقيه مبدع مذهل مخيف يعني مش ممكن. وزمان كنت اتفرج على الاستاذ محمود مرسي، وبعدين طبعا لما اجي اشوف ماجد الكدواني فلاقي انه ماجد الكدواني وهو شرير مطلق، طيب مطلق، حكيم مطلق، دمه خفيف مطلق. فيلم وقفة رجالة فكرني انا بصحابي في المدرسة نسخة تبقى الاصل، فيلم مطلق ازاي؟ الحمد لله. بص انا اقول لك على حاجة ببساطة شديدة، انا اولا بحبك وبحب الحوار معاك. انا بحبك اكتر قلبك والله، مفتوح وصافي. هو الموضوع ببساطه انه الانسان بيعمل اللي عليه للاخر، وما نقدرش نقول اللي يريده ربنا يكون غير لما نكون احنا عاملين اللي علينا للاخر خالص. صح. ربنا بقى بعد كده ممكن يعني ما بيضيعش تعب حد طبعا، بينفخ بقى في صوره الحاجه. فعايز اقول لك النهايه انه البركه في ربنا. احنا نفضل نعمل اللي علينا ونجتهد ونكون امناء في شغلنا ونكون امناء في اختيارنا للرسائل اللي عايزين نقدمها، وفي النهايه ربنا هو الحقيقه اللي بيكمل هذا المجهود. لانه طبعا غير طبعا ان المهنه اصلا وانا دايما اقول الجمله دي من زمان، ان اللعبه دي جماعيه مش فرديه، فبرضه رزق كبير من عند ربنا انه يدبر للانسان ناس كتيرة أمناء حواليه في الشغلانة، أو أني أشتغل مع ناس أمناء في شغلهم ومجتهدين، ده برضو رزق عظيم من ربنا يعني. طبعا. فهو الواحد بس بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا، لكن لازم إحنا نكون عاملين اللي علينا للآخر علشان نقدر نقول اللي يريده ربنا يكون. لأنه أحيانا كتير بنقول بقى ربنا يكملها وخلاص، لكن إحنا مش عاملين اللي علينا. فيا عذاب هذه اللحظة بقى لما الإنسان يبتدي يلوم نفسه أو يحس في لحظة من اللحظات إن هو قصر، فدي اللي بتبقى من اللحظات الصعبة.
لكن الانسان بينتظر اي نتائج وبيكون راضي باي نتائج طالما عمل اللي عليه للاخر وربنا بيكمل فعلا. ده حقيقي. يمكن وصححني برضو، يعني انا كتير اقعد اقول كده حتى لما اجي اتكلم مع اولادي انه اللي صنعوا تاريخ الفن والسينما والحركه المسرحيه المصريه هم اللي كانوا بيعملوا كده بمنتهى الاخلاص للفن، مش منتظرين الشهره ولا منتظرين الفلوس. ده حقيقي جدا، حقيقي جدا، ومش بصحح لك ولا حاجه، انت كلامك مظبوط 1000000%، وبشكرك انك بتعلم ولادك هذا المبدا، لان ده مبدا عظيم جدا. وعلى فكره يعني انا احب اكمل على كلامك، جريت انه كل يوم الايام بتثبت لنا والاحداث بتثبت لنا ان الانسان هو من يظلم نفسه بنفسه، ولكن الله اله عادل جدا، ربنا ما بيظلمش حد، لكن الانسان هو اللي بيظلم نفسه بنفسه، اذا قصر، اذا ما عملش اللي عليه للاخر، اذا تهاون في اداء واجبه هو اللي بيكون ظلم نفسه، إذا أخطأ التفكير أو أخطأ الاختيار يبقى هو اللي ظلم نفسه بنفسه، لكن ربنا ما بيظلمش حد أبداً، بالعكس ربنا بيلم ورانا كمان. يوه كتير، اسألني. ياما والله. طب أنا عندي سؤال، أنا من الناس برضو اللي مقتنعة بإنه الكوميديا هي واحدة من أصعب الأشكال الفنية، بس في نفس الوقت بنلاقي انه ممكن يبقى الفنان بقدر روعة أدائه الكوميدي بيظل، مش عايز اسميها حبيس، ولكن بيظل في هذا الإطار. وماجد الكدواني في معلومية الغالبية من المشاهدين والمتلقين يبدأ ككوميديان، لكن ما حطش نفسه في الإطار ده، عمل كل حاجة. جت ازاي؟ جت بالصدفة ولا جت لانه ماجد عاوز كده؟ لا طبعا، هو يعني ربنا ما عندوش صدف، يعني ما فيش حاجه اسمها صدفه في الدنيا، أنا ربنا اله مرتب جدا، ولكن هي زي ما بقول لك اختيارات الانسان. انا هقول لك جت ازاي. زمان الاستاذ جمال عبد الحميد الله يمسيه بالخير لما امن بيا ووثق فيا ورشحني في اعمال مهمه، من اول مشهد في ارابيسك الى 3 مشاهد في فيرجينيا، ثم مسلسل جسر الخطر، وهذا المخرج العظيم يعني ربنا حطه في حياتي سبب عظيم لانه يبقى سبب خير كبير. يعني قال لي جمله زمان عظيمه جدا، قال لي بص يا ماجد، الممثل لازم يمثل اي حاجه لان مكتوب في بطاقته ممثل، المهنه ممثل، اذا الممثل الصح هو يمثل اي حاجه. نيجي لمنطقه الكوميديا، الكوميديا شعره بتفرق يا يوسف ما بين الكوميديا والهزار. صح. يعني بيصعب عليا فكرة الإنسان اللي يفهم إن الكوميديا هي هزار، أو إن يضحكك بالعافية، أو أزغزغك، أو أداعب مشاعرك بشكل يعني مستفز شوية. فالكوميديا ما هي إلا تصديق برضه، زيها زي التراجيديا، الدراما تنقسم إلى تراجيديا وكوميديا. الكوميديا بيتم التعامل معاها زي التعامل مع التراجيديا تماما، التصديق والإحساس ومصداقية الإحساس والأحداث النابعة من المواقف الدرامية. ولذلك الكوميديا هي فن صعب جدا، لأنه عضلة الضحك هي نفس عضلة البكاء عند الإنسان. على فكرة الإنسان بيعيط ويضحك من عضلة واحدة. الممثل ما عليه غير إنه يصدق، التمثيل هو تصديق. الكوميديا ما هياش هزار ولا تأسية على الفاضي ولا افتعال مواقف ضاحكة ومضحكة بالعافية، لا، هي زيها زي أي نوع من أنواع التمثيل، لازم يبقى فيه دراما مكتوبة مظبوط، لازم يبقى فيه مواقف حقيقية، لازم يبقى فيه تصديق. هي الفكرة كده يعني. فالكوميديا أي نعم طبعا، وأحيانا تكون أصعب من التراجيديا، لأنه من السهل جدا أن الإنسان يتأثر، لكن من أصعب ما يكون أن الإنسان يضحك، هي ليها كيمياء. ماجد الكدواني واحد من القليلين جدا اللي هم بيتم توصيفهم السوبر ستارز القادرين ان هم يعملوا اي حاجة، اللي مستعد طول الوقت يشارك في افلام مستقلة وافلام لا مخرج جديد لسه متخرج من المعهد طازة الى اخره، ليه؟ هكون صريح معاك، انا جربت التجارب دي لكن مش حابب اني اكررها كتير. ليه؟ لأني اكتشفت إن الخبرة مهمة،
أنا لما جربتها جربتها لأني كنت عايز أجرب كل حاجة. حلو. أنا أحب أجرب كل حاجة بنفسي علشان أكون مقتنع بالقرار اللي هوصل له. فمن القرارات اللي وصلت لها إنه الخبرات الحياتية مهمة جدا في هذه المهنة، وكلنا بنكمل بعض، زي ما كنت بقول من شوية إن اللعبة لعبة جماعية. مظبوط. وكلنا بنكمل بعض، فلازم يكون كل المحيطين بيك في اللوكيشن محترفين ويملكوا ما يكفيهم من الخبرات الحياتية. لكن أنا لا أتورع في إني أجرب تجارب جديدة، ما عنديش فكرة الستار والسوبر ستار خالص. أنا ممثل، من حقي لما أتفاعل بأي دور وحابب أعمله أعمله، ولكن في ظروف مناسبة، ويبقى كل اللي حواليا على قدر من المسؤولية إن هم هيقدروا ينفذوا العمل ده بقدر كبير من الاحترافية. هي دي المعادلة الصعبة شوية، إنه نجرب تجارب جديدة ولكن بالحد الأدنى من الخبرات الحياتية والخبرات الاحترافية. في مهن كتير، أنا بطول عليك أنا عارف، بس أنا نفسي نقعد يعني على قد ما أقدر بصراحة، يعني بقتنس بتشعبط من الآخر. ناس كتير في مهن مختلفة وهو بيبدأ المهنة اللي بيحبها بيبقى شايف قدامه نموذج، أنا عايز أوصل لكده، أو إنه يا بختنا بوجود فلان، فتلاقي مثلا جراحين القلب عاوزين يبقوا مثلا دكتور مجدي يعقوب، مش عارف الصحفيين عاوزين يبقوا الأستاذ هيكل وهكذا. ماجد الكدواني لما بدأ كان حاطط في دماغه، هنا دي برضو جدلية الفنان بقى، حاطط في دماغه حد ولا حاطط في دماغه فكرة؟ للأمانة كنت حاطط في دماغي فكرة. حلو. ومن أهم الأفكار اللي كانت مأثرة فيا، ودي اللي بذلت مجهود علشان أمشي عليها واقتنع بيها، إنه فكرة الصبر، إن مفيش حاجة بتيجي بسرعة. صح. الموضوع عايز احتمال، عايز صبر، عايز اختيارات. مش عيب إنك تقعد كتير وتحبط وتحس إنك فقدت الأمل، لكن هنا يجي مربط الفرس بقى، لازم يبقى فيه تسليم، لازم يبقى فيه اتكال، لازم يبقى فيه ايمان كامل ومطلق بانه طول ما انا بعمل اللي عليا ربنا هيجيب لي الحاجه الكويسه في الوقت والميعاد بتاعها. ففكره الاستعجال، لانه احيانا في ناس تحط قصادها هدف ونموذج يبقى عايز يوصل له بسرعه بدون ما يكتسب خبرات، اللي قاعد بيعد الثواني والدقائق والايام بيحس ان الطريق طويل، لكن اللي سايب نفسه لخبرات الحياه وللتعلم وللاحباطات والتجارب الدنيا هتمشي وهيحقق اللي هو عايزه، وهيكتشف انه ممكن يوصل للنموذج اللي كان حاطه قدامه، ولكن كله بأوانه، كله بالراحه. الاستعجال من اخطر ما يكون يا يوسف في اي مهنه من مهن الدنيا كلها. محدش يحط قدامه نموذج ويجري له، لان الطريق هياخد وقته وهياخد وقته. انا معروف انه من مصر للاسكندريه 3 ساعات ونص، 250 كيلو. ما ينفعش اجي اقول لك انا ممكن من مصر للاسكندريه يبقى 150 كيلو، هي 250. ولو جريت اكثر مما يجب، يعني اللي هيجري بسرعة أكتر مما يجب، وارد إنه يعمل مشكلة؟ هيتعب، اللي هيعمل حادثة. هيعمل حادثة، صح صح. طب آخر سؤال عشان مش عايز أطول عليك، وأنا مقدر إنه أكيد في 5000 قناة بتتهافت دلوقتي عشان الاتصال بيك. كتير جدا من ولاد وبنات في المدارس وفي الجامعة مشغولين بمسألة الفن ومسألة التمثيل، خوفي الرئيسي دايما إن هم يبقوا مشغولين بالبريق، مشغولين بالشهرة، مشغولين بالنجومية والفلوس، ده خوفي الرئيسي، عشان لما بشوفهم على تيك توك ببقى قاعد مرعوب بصراحة. طبعا. بتقول لهم ايه؟ حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، البريق. التمثيل مش بريق. وايه الهدف؟ هو لازم نبقى عارفين ايه الهدف من المهنة. ما هو كل مهنة وليها هدف وكلنا بنكمل بعض. لكن طول ما في هذا البريق الخادع والخداع من هذه المهنة، للأسف دي ممكن تؤدي إلى كوارث، لأن التمثيل ما هوش مهنة علشان الناس تشاور علينا في الشارع، ولا علشان لما نخش أي مكان تبقى الناس عارفانا، ده مش هدف.
ده مش هدف، لانه التمثيل هو رساله مقدسه جدا. وانا دايما احب اقول الكلمه دي، انت ربنا بيحملنا مسؤوليه بشر كتير جدا في رقبتنا هنتحاسب عليهم في يوم من الايام. في يوم من الايام يوم ما اقف قدام ربنا لوحدي هيسالني لوحدي عملت ايه باللي انا اديتهولك؟ هل وصلت ناس ولا لبست ديهم في حيطه؟ هل ضريتهم؟ هل نقلت رسائل محترمه ولا نقلت رسائل غير محترمه؟ انت اثرت في الناس ازاي؟ انا اديتك ملكه التاثير في الناس زيك يا يوسف بالظبط. لا العفو خالص. انت كم واحد بيشوفك دلوقتي؟ ملايين الملايين بتشوفك يا يوسف. يعني كل كلمه خارجه من بقك محسوب عليك. صح. وكل حركه من ايدك وكل نظره من عينيك محسوب عليك. انت بتوصل رسائل للناس لملايين من البشر بيشوفوك في نفس اللحظه، مسؤوليه رهيبه جدا. فما ينفعش تيجي تقول لي انه انت اشتغلتها علشان الناس تشاور عليك، ده مش هدف. ولا انا اشتغلتها عشان الناس تشاور علي، مش ده هدف، مش ده هدفي ولا ده هدف المهنه اصلا. فيا ريت يا ريت احب يعني رساله بالبلدي كده وبمحبه شديده لكل الناس اللي خادعهم بريق التمثيل، لا اعرفوا ان دي رساله، ومش اي حد بيقف قدام كاميرا ولا يصور نفسه بموبايل ولا انه يقول جمله ولا جملتين ولا يعمل مقطع ويفتكر انه ملايين الناس هتشوفه فهو كده بقى حاجه كبيره. لا خالص، المهم هتقدم ايه، مش مهم انك تطلع وتظهر وخلاص. فانا بشكرك على السؤال العظيم ده خالص العفو، لانه احب فعلا ان انا اشترك معاك واضم صوتي لصوتك وننوه الى انه مش اي حد يطلع في كاميرا موبايل حتى يفتكر انه يعني خلاص الهدف العظيم ان الناس تعرفك ولا تشاور. لا لا خالص، المهنه مقدسه وليها رساله عظيمه وربنا هيحاسبنا عليها، ولازم الناس تبقى عارفه قيمه هذه المسؤوليه. مش كل ما يقدم ولا كل كلمه تتقال قصاد كاميرا او قصاد مايك تبقى محسوبه، لا خالص. إذا كان السؤال جيد فإنه الإجابة أكثر عظمة وأجمل وأعمق وأروع بمراحل، عشان هي جاية من فنان كبير مهم أوي 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 حقيقي. كل سنة وأنت طيب يا ماجد، عقبال 100 مليون سنة. أنت طيب يا حبيبي والله من قلبي، يعني دايما على خير ودائما ألتقي على خير، وبشكرك لأنه دايما كل ما بتحاور معاك يعني ده أنا يا بختي، يا بختي لحد ما بختي يبتسم اكتر وتنورنا في الاستوديو في مره من المرات لما وقتك يسمح. اسمك يا رب ان شاء الله كله بأوانه، كله بأوانه باذن الله. بعد العيد، بعد العيد اليومين دول صيام، بعد العيد ان شاء الله كله بأوانه. كل سنه وانت طيب. انا اللي بشكرك وانت طيب يا حبيبي، وميرسي لذوقك ومحبتك وربنا يحميك ويحفظك ان انت دايما تقدم حاجات عظيمه. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. شهاده دي بجد يعني اعتز بيها، ده رجل ينحنى له.